صباح الخير، يعطيكم العافية. حبيت صب عليكم من مدغشقر اليوم، كان فطور كروسان ودوناتس بالشوكولاتة. طبعا مدغشقر مشهورة بالشوكولاتة والفانيلا، من أشهر شغلتين موجودين بنباعوا في مدغشقر. الشوكولاتة والدوناتس إشي يعني رائع لا كلام، يعني إشي ذكرت أسوي لكم فيديو بعد ما ربط أخلصها. طبعا الشغلة الثانية اللي بدي أورجيكم إياها اللي هي اليوغورت بطعم الكولا. صراحة اشي غريب، يعني طعم في طعم كولا بس زاكي، يعني اشي رائع ما بعرف هيك عجبني. ماني بشربش كولا كتير بس اول مرة بشرب يوغورت بالكولا. طبعا هذا مصنع بصنع من اشهر مصانع في مدغشقر، وبصنع الالبان الطازة من الحليب تبع الزيبو، حليب حيوان زي البقر وله على ظهره زي سنام. وصبحكم الله بالخير.